بسم الله الرحمن الرحيم. باسم اهل المنيا برحب ببنت المنيا السيدة السفيرة ميرفت التلاوي. هي شرف لينا ان هي تبقى موجودة معانا كرمز من رموز الوطن وممثلة للمرأة، والمرأة عندنا هي المجتمع كله مش نص المجتمع. وجودها وتشريفها لينا في المنيا ده يعتبر إضافة كبيرة. مجهودها وأدائها في لمصر كلها إضافة، وطبعا ما يقوم به المجلس القومي للمرأة من تفاعل مع كل عناصر المجتمع ومع أهلنا سواء في الشرطة أو في الجيش أو في الشعب، شهداء الوطن من جميع فئات المجتمع من نسيج الوطن بالكامل، ده إضافة لينا في المنيا وإضافة للمجلس القومي للمرأة اللي هو دايما ما بينساش حد، وعلى رأس مصر كلها أسر الشهداء. بحيي أسر جميع الشهداء الوطن، وانتوا ربنا اداكوا ومنحكوا عطاء كبير من عنده أن أكون قريبا لشهيد أو والد لشهيد أو ابن لشهيد أو أم لشهيد. أم الشهيد دي من أنا بعتبرها من يعني من المبشرات بالجنة، لأن الشهيد بيشفع في 70 من أهله كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. تمنياتي لأرواح الشهداء بأن تكون في أعلى عليين، وتمنياتي لأسر الشهداء أن يرعاهم الله وربنا سبحانه وتعالى يقينا راعيهم، ومصر كلهم راعي أسر الشهداء. تحياتي مرة تانية للسيد جمال أبو المجد رئيس الجامعة، تحياتي لرجل الأمن الأول في المحافظة محمد بيه صادق الهلباوي، وأترك الكلمة لحضرتك سيادة السفيرة. بس احنا في تكريم حضرتك من محافظة المنيا لسيادة السفيرة. هنستأذنكم باسمكم انتوا لان انا ممثل ليكم جميعا، هنكرم سيادة السفيرة. حلو قوي الدورة. ألف شكر يا فندم كتر خير. أيضا في درع هيتقدم من سيادة السفيرة ميرفت التلاوي لمحافظ أرمينيا سيادة اللواء صلاح الدين زياد. حاجة جميلة والله. المسلم آخر سياكة. لأن أنتوا بلد آثار. إحنا برضو نفرتيتي يا فندم مرة جميلة. جميلة. إنها أول امرأة تتقلد منصب سفيرة في الدبلوماسية المصرية، وهي أول صعيدة.